ترقب واستعداد وحضور، هذا هو المشهد بقرية البحرين الدولية للقدرة. الكل كان في انتظار الحدث الأكبر في سباقات القدرة، والجميع على أتم الاستعداد للمشاركة في مهرجان سباقات كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الدولية لسباقات القدرة. خلونا نبتدي معاكم المهرجان بالحدث الأبرز واللي كان عبر السباق الرئيسي لمسافة 160 كيلومتر، بالإضافة لسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتر. انطلقت المرحلة الأولى بمشاركة واسعة من الفرسان المشاركين بالسباق الدولي وسباقات الإسطبلات الخاصة، حيث كانت الانطلاقة وسط أجواء باردة نسبيا وفي ساعات الصباح الباكرة. السباق شهد حضور ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث حرص سموه خلال السباق على توجيه الفرسان لتقديم أفضل المستويات. المرحلة الثانية من السباق شهدت انطلاقة بين ثنائي لفريق فيكتوريوس بالإضافة لفارس اسطبلات الرعود. هذه المرحلة اللي حاول خلالها كل من اسطبلات النصر واسطبلات الزعيم للاقتراب من الصدارة. ومع انتصاف السباق ودخول الفرسان للمرحلة الثالثة، احضرت التوجيهات والمتابعة من المدربين بشكل اكبر، حيث ان كان من المهم بالنسبة للفرسان المحافظة في هذه المرحلة على صحة الجياد والبحث عن انهاء المرحلة بدون اي اصابات تسبب في استبعادهم من السباق. عموما اذا ما حددنا بس حق هذا السباق مشاركه يعني كبيره بالنسبه لنا كحكام وكلجنه منظمه، فالعدد شويه كبير علينا وضغوطات صايره على الجميع عباره. طبعا مشاركه 160 في حوالي 26 راس اللي شاركوا في هذا السباق، تم انسحاب واستبعاد بسبب ظروف صحيه اثناء السباق 9 منهم. فيعني موجود خلنا نقول يعني اللي طلعوا 30% تقريبا من العدد للمشاركين. فسباق طبعا الكل يطمح انه يكون في المقدمه، بس ساعات الجو شويه اختلف، الحين شويه صار حار، فيجب على طبعا المدربين والفرسان انه طبعا يحافظون على خلنا نقول الطاقه الموجوده عند الخيول مالتهم. والله الحمد لله عندنا 4 جياد لحين في المنافسة مع جروب الصدارة، صحتهم جيدة، فحص طبيعي، الطاقة اللي فيها مخزونها لحين مخزون جيد، فما نحاتي إن شاء الله، خصوصا الأجواء حارة مثل ما شفت التعامل مع السباق كان غير هاي السنة حق التعامل مع الأجواء. بدينا على انطلاقة قبل شروق الشمس وكانت أجواء جيدة، كانت سرعة أعلى، مع بعد الشروق بدأت السرعة تقل عشان نحافظ على الخيل، خصوصا 760 سباق طويل، وإن شاء الله بتبدأ التكتيكات من المرحلة الرابعة.
شهر السباق في المرحلة الرابعة ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، مما دفع بالفرسان للتعامل مع عوامل الجو بخبراتهم بحيث ما يخسر الفارس جهوده اللي بذلها في المراحل السابقة. هذه المرحلة كانت هي الأخيرة بالنسبة للفرسان المشاركين في سباق الاسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتر، واللي قدر يخطف صدارتها فارس اسطبلات RM ناصر القحطاني. بطولة سيدي جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويطول بعمره، بلا شك بطولة قالية وكاس قالي، كل فارس يطمح تحقيق المركز الأول. الحمد لله اليوم خلصنا أول أربع مراحل، مشينا بسرعة ثابتة تقريبا سرعة 24 كيلومتر في الساعة، الحين بننطلق المرحلة الأخيرة ونسأل الله التوفيق لنا وللجميع. خلينا نتكلم يمكن عن وضعكم في المرحلة هذه من بعد وصولكم إلى مرحلة الفحص، وين الزعيم يمكن راح يكون في اللوب الأخير؟ والله ان شاء الله الزعيم متواجد ان شاء الله. البارحه فريق الزعيم حقق المركز الاول في بطوله الجونيور، وان شاء الله ان اليوم نطمح ان نحافظ على اللقب وان نؤدي اداء طيب. احنا انا بنطلق المركز السادس، متاخر عن الفريق الفارس المتصدر بست دقائق، بنحاول ان شاء الله ونسال الله التوفيق لنا وللجميع. انطلقت المرحلة الخامسة والحاسمة، وهني راح نتعرف على الخيل الأجهز والفريق اللي قادر انه يفرض اسلوبه وينجح بالخطة والتكتيك لتحقيق لقب السباق الأغلى، خصوصا مع الرياح القوية اللي شهدتها هذه المرحلة. المنافسة اشتدت في الكيلومترات الأخيرة بين فارس فريق فيكتوريوس سمو الشيخ عيسى بن فيصل آل خليفة وفارس فريق الرعود محمد عبد الصمد. نوايا فريق فيكتوريوس بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد للحفاظ على لقب سباق جلالة الملك المعظم كانت واضحة، وهذا اللي انعكس على أداء الفارس سمو الشيخ عيسى بن فيصل اللي قدر يترجم توجيهات سمو الشيخ ناصر ويوصل إلى خط النهاية في المركز الأول. بين الفرحة وترقب النتيجة النهائية من خلال الفحص البيطري، كان الهدوء مسيطر على الأجواء والكل مترقب عشان يتأكد من نتيجته في السباق. فرحة الانتصار والشعار الأحمر اكتسحت المكان فور الإعلان عن فوز هذه النسخة من بطولة جلالة الملك المعظم للقدرة، وقدر يكرر سمو الشيخ عيسى بن فيصل إنجاز والده بعد 20 سنة من تحقيق سمو الشيخ فيصل بن راشد لنفس البطولة، وبشذي تكون الفرحة فرحتين لفريق فيكتوريوس وسمو الشيخ عيسى بن فيصل. فوز مستحق من عيسى، فاز كاس الملك سنة 2024، أبوه فاز كاس الملك 2004 فيصل بن راشد، فيعني الحقيقة قصة جميلة اليوم تنقال. الفوز بأقلى الكؤوس عندنا هو كاس سيدي صاحب الجلالة، هو غالي علينا كلنا، احنا نجهز كل هالموسم هذا افضل ما عندنا افضل خيلنا عشان احنا نأدي هذا الأداء القوي. اليوم السرعة اللي أديناها اليوم عالية في أجواء صعبة، الجو في النهار كان يعني فيه كتمة وحر، واخر مرحله قلب الهواء ودار الهواء عندنا، فالعوامل كلها كانت صعبه الحقيقه علينا، ولكن جداره الفرسان وخيلنا وتجهيز المدربين
من اروع ما يكون. نقول سقف الطموحات بالنسبه لرياضه القدره وين؟ قاعد نشوف الانجال يشاركون اليوم، سمو الشيخ عيسى يشارك، قاعدين نشوف ممكن تتوارث هذه الرياضه. إذا حسبتي مثل حسبة فيصل بن راشد، يعني ولدي ولا واحد من عيالي بيفوز بطولة العالم سنة 2042. لا احنا بنقدمهم شوي ان شاء الله، بنخليهم يفوزون ان شاء الله ويصيرون ابطال من وقت ان شاء الله. وبعد نهاية السباق توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ابطال مهرجان سباقات كأس حضرة جلالة الملك المعظم الدولية لسباقات القدرة. أهدي هذا الفوز حق سيدي صاحب جلالة الملك المعظم، حق سمو الشيخ ناصر بن حمد، حق سمو الشيخ خالد بن حمد، وحق الوالد سمو الشيخ فيصل بن راشد. الشيخ، شنو يعني لكم هذا الانتصار لما تتكلم عن بطولة غالية، بطولة كأس جلالة الملك، واليوم تحققها؟ لا طبعا، ما في أغلى من هذه البطولة، ما في أغلى من هذا الكأس ومن هذا السيف. الشيخ، خلينا نتكلم عن صعوبات السباق. السباق صعب كان من المرحلة الأولى ليه برودة الطقس في آخر لوب. نعم، كان يوم طويل والسرعة عالية آخر مرحلتين، لكن الحمد لله خلصنا والحمد لله. الجو يعتمد علينا وعلى كل الفرسان، فحاولنا الحمد لله وحينا وسوينا اللي علينا، خذنا تعليمات من سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ عيسى والحمد لله وصلنا على الثاني. كلمنا عن انطباعك من بعد نهاية السباق، سباق صعب يعني 160 يعني من أصعب السباقات في القدرة. هو أكيد شيء أكيد 160 أصعب سباق يكون، بس لازم عندك تكنيك، عندك يعني يكون توزع الطاقة بشيء، مو بس تعال وخلاص هد الطاقة كلها، فلازم شوي تحافظ شوي تهد. وفي سباقات الاسطبلات الخاصة حصل على المركز الأول فارس ناصر القحطاني من فريق RM، والمركز الثاني الفارس حمد البلوشي من اسطبلات أجيال، أما المركز الثالث ذهب للفارس مها علي من أكاديمية المحرك للفروسية. شعور لا يوصف، هذه أغلى بطولة عندنا، أغلى بطولة في الموسم. خلينا نتكلم يمكن عن السباق من المرحلة الأولى حتى نهاية السباق، شلون كانت مراحل السباق بالنسبة لك وهذه المشاركة؟ والله سباق صعب مو سهل، والجو ما خدمنا، الخيل وايد يعني وسرعة على هالجو سرعة سوينا، مو بسرعة مو بهينة. خلينا نتكلم عن الطاقم ومساعدتك في تحقيق المركز الأول. هاي فوزهم والله، هم اللي وصلوني، طاقم خيل هو اللي وصلني الفوز، ولا أنا بروحي والله ما وصل، إلا غير هذا الشباب كلهم. بالعودة للسباق الأول لمهرجان سباقات كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم اللي أقيمت بقرية البحرين الدولية للقدرة، تحديدا سباق الناشئين والشباب لمسافة 120 كيلومتر، واللي شهدت مشاركة كبيرة من الفرسان. الحماس كان واضح على الفرسان من انطلاق المرحلة الأولى من السباق، حيث كانوا يبحثون عن أفضل بداية في أغلب بطولات الموسم. المرحلة شهدت وصول سرعة الجيار فيها إلى 27، وكانت الطليعة تشهد ازدحام من جيار فيكتوريوس بالإضافة لحد جيار اسطبلات الزعيم. المرحلتين الثانية والثالثة حاول الفرسان الحفاظ على الجياد من خلال تخفيض نسق السباق وتقليل السرعة، خصوصا مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة. فريق الزعيم من بعد التألق في بطولة العلا الأخيرة واصلوا حصد البطولات هني في البحرين، بعد ان تمكنت الفارسة مريم نواف من التفوق على الجميع وانهاء السباق في المركز الأول.
الحمد لله رب العالمين، دائما نحمد الله ونشكره اللي اعطانا يعني البينه وخلانا نكون حريصين على في تماريننا وفي تدريبنا لنوصل الخيل بهاي الاداء الطيب والمستوى. هاي نحمد الله ونشكره اول شيء. طبعا اليوم رياده القدره بالبحرين ما صارت ما بسباقات ما بسهله. اليوم امامك يعني فريق الفيكتوريس بقياده سمو الشيخ ناصر والباقي الفرسان يعني وباقي الفرق يعني عندك الفرسان عندك النصر عندك جسمه. اليوم المستويات تطورت في البحرين وهذه المستويات اللي تطورت اليوم زين هذه تستاهل ما يخليك تروح على زين لكن الله يطول الله في عمرك. فاليوم هاي الانعكاس اللي قاعد تشوفه الاداء فهو قاعد فعلا ينعكس خارجيا. فاليوم احنا اليوم وصلنا الى مستوى سمو الشيخ ناصر وصل على مستوى عالمي في بطولات عالميه وحط علينا ضغط يعني لازم ما في مجال للتراجع. هو بنفسه منومس في بطوله العالم العام. فاليوم ما عندنا يعني احنا عذر ولازم احنا نحافظ على هالمستوى العالي ونسعى الى مستوى افضل عشان نكون متواجدين في اللقاءات الدوليه في قد المنافسه وقد المستوى. لما تكون عندك خيارات مختلفة من فرق مختلفة من خيول تكتشف من فرق هاي الحمد لله ينعكس ويبشر خير على الفريق الملكي رامة في المسابقة الدولية. وبعد ختام السباق توج سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى، حيث حصلت فارس الفريق الزعيم مريم نواف على المركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب الفارس محمد رويعي من فريق فيكتوريوس، أما المركز الثالث حصل عليه الفارس ناصر مناعي من فريق فيكتوريوس. أنا سعيدة أني حققت بطولة كأس الملك وأشكر فريقي الزعيم على جهدهم وتعبهم وياي، وما واجهت صعوبات وايد في السباق إلا في ثالث مرحلة لأن ارتفعت الحرارة وصار حر، والحمد لله آخر مرحلة كانت وايد سهلة بالنسبة لي لأن ما حسيت بأي تعب وخلصناها بسرعة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، جيت المركز الأول اليوم في سباق المية. طبعاً الأجواء ما كانت سهلة علينا، كانت كل مرحلة يزيد علينا الغبار يزيد علينا الهواء، فكنا نحاول إن إحنا وقت ما الغبار يزيد إحنا نخف السرعة ونزيد، وهذا شيء يمكن اللي يخلي الخيول تتعب. فالحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نخلص المرحله وجيت المركز الاول الحمد لله. طبعا كاس جلالة الملك قالي في قلب كل فارس، هاي شيء ما نختلف فيه، وطبعا كلنا نحاول ان احنا نفوز ونصعد على المنصه ونمثل هاي ناخذ هاي الكاس في هالمسابقه. مثل ما قلت لك كاس جلالة الملك قالي في قلوب كل الفرسان ومن ضمنهم انا. يعني على هامش المهرجان نظم الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة مسابقة أفضل حالة جواد برعاية ودعم من سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى آل خليفة قائد فريق الفرسان، وقيمة المسابقة لكل من السباق الرئيسي لمسافة 160 بالإضافة لسباق 120 الخاص بالناشئين والشباب بالإضافة لسباق الاسطبلات الخاصة. مثل ما اكتست قرية البحرين الدولية للقدرة بالأجواء الحماسية من بداية مهرجان سباقات كأس حضرة جلالة الملك المعظم الدولية لسباقات القدرة، ودعنا اليوم الختامي بأمسية مليئة بالفرحة بين المشاركين. وبشذي نكون قد انتهينا من كتابة سطر جديد في إنجازات أغلى الكؤوس، ولكن راح يبقى الجميع متحمس ومترقب للتنافس من جديد هني في قرية البحرين الدولية للقدرة.